واحد رجل كبير يجي فقير إليه فيعرض بوجهه عنه. في الآية: ولا تصعر خدك للناس. الصعر مرض في عنق البعير، عندما يصاب بهذا المرض رقبته تلتوي هالشكل. تشوف واحد قاعد وفقير دا يكلم هالشكل دا يبارك، ايش بيه هذا؟ هذا بيه صعر، هذا رقبته ملتوي، فقير. كان من الممكن الله يجعلني أنا فقيرا أيضا مكانه، أنا عبد أمام الله وهذا عبد. منتهى القضية، ما تريد تلبي حاجة، تقول الله إن شاء الله يفتح عليك، الله إن شاء الله يعطيك الخير، الآن ما أقدر، إذا واحد ما يقدر إن شاء الله في وقت آخر. ليش؟ لأنه ضعيف، لأنه ما ملجأ، لأن الله أعطاني شوية فلوس أخذ هذه الحالة. أنا عبد وهو عبد أيضاً.